أستاذ، عندك موضوع باش تحكي فيه اليوم، قل لي شو الموضوع؟ بالله الموضوع هذا هو موضوع الساعة تقريبا، موضوع حساس برشا يهم مئات التلامذة ومئات العائلات. هذه مظلمة تعرضوا لها تلامذة المدارس الإعدادية النموذجية وتلامذة المعاهد النموذجية. بحكم السنة الفارطة 2020 السنة الدراسية هي سنة استثنائية بسبب كوفيد وبعض الاضطرابات على السنة الدراسية، الوزارة تفهمت الوضع واعتمدت منشور استثنائي في عوض مثلا منشور 13 معدل سنوي و12 معدل حسابي، اعتمدت المنشور الاستثنائي اللي فيه 10 و10 معدل أثناء الظرف أكثر استثنائية من عام ناول. مع الأسف الشديد ما تمش معناها نشر المنشور اللي باش يتم اعتماده في مجالس الاقسام، لا المنشور العادي نتاع 2019 ولا المنشور الاستثنائي نتاع عام ناول. وبالتالي كان من المنتظر من كافه معناها الاطراف اللي عندهم علاقه بالمجالس الاقسام، سواء تلامذه سواء اساتذه سواء مديرين سواء اولياء، كانوا ينتظروا اعتماد منشور عام ناول اللي هو 10 10. لكن مع الاسف الشديد في اخر لحظه بعد انتهاء مجالس الاقسام يقولوا لهم انه تم اعتماد منشور 2019 اللي هو المنشور العادي في الظرف الغير العادي، وبالتالي مئات التلامذه اليوم مهددين بمغادره المدارس النموذجيه نتاعهم باش ما يوصلوش الدراسه في سنه 2021 2022. الأولياء هذوما وتلامذتهم قاموا بتحركات لدى وزارة التربية ولدى رئاسة الجمهورية، إلى حد الآن ما ثم حتى جواب، وبالتالي حتى الوزارة تلوج على مخرج، لكن طالت الحكاية. نحب من خلالكم نوجه نداء للسيد وزير التربية خاصة وللسيد رئيس الجمهورية أو المستشار التربوي لدى رئاسة الجمهورية باش ينظروا للموضوع هذا وينصفوا التلامذة هذوما ويخليهم يواصلوا الدراسة مؤسساتهم النموذجية، على خاطر هما ناجحين ومتميزين طبيعتهم، ما يخرجوهمش باش ما يوقع لهمش اضطراب لا نفسي ولا بيداغوجي زياده على الاضطراب الصحي. ونحن ثقتنا كبيره في السيد وزير التربيه وفي السيد رئيس الجمهوريه وفي السيد مستشار التربيه لدى رئاسه الجمهوريه، وبارك الله فيكم.